سيدنا العمريس يجي عشق المساجد يأم الناس ويفتي ويعلم إلى غير ذلك. قال ليس مطدي عليه في الغرض وإن شاء الله يبغى يطهر رب العالمين سبحانه وتعالى. أسني هنيئا لك شيخ يبغى في السجد يا رب العالمين خطر المؤمن تبتلي فرب يغفر الغرض يوكل ما لاس الموز من بعد عمر طويل إن شاء الله. قال لي يا ليس صرب من رد ذنوبيس ولي وحدي من أقرب بما كنت تسور بيمس. فإذا لم تقدر إن شاء الله بإذن الله عز وجل الكريم من الشيخ النظر ونسأل الله عز وجل أن يوفقه. شكرا للشيخ وعلا أتحي ربي شماء أن يسعني ربي المقاميس كثير أغسامتي فنحتاج إن شاء الله ننتين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان عليكم سلام الله ورحمته وبركاته. عقلي فرحة يوم الفرح ماذا يمكن وصفه؟ يا الدوهير الشيخ معلم جوهرين الزاثير الكثير ربي العالمين المصلح الذي قام صراط بالإرشاد الزالين أكل يخان يمنزل إن شاء الله لكن يدينا ربي القرآن والذين آمنوا تبعتهم ذريته بالإيمان والذين آمنوا تبعتهم ذريته بالإيمان إلحقنا بهم ذريتهم وما أجزناهم من عملهم من شيء. الله يبارك نحن دولنا على هذه النعمة وكن يدينا شيخ وعلم وكن أخلاق ديك إلا نحضر يخربي إن جدتك في القرآن إن دينا أنزلناه في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة مباركة. القرآنية دستور الأمة الإسلامية تجد دستور الأمة قرآنية رحمة الرحمن رب العالمين المؤمنين أشهد من نيم وذكروا الشعب اللي غير عصرون قال غسر بيا أقلي شعب تسمونات ويتستخرى لكنا ويتستخرى لكنا الحاجة وإن مذنه لكن شكيت مرحبا بغشي لغير عصور عزيز حنية عزيز حنية مليح مليح أفاقه الفرق ثلاث ملكة مما غل تجمعتك هي فيما يستقبل من ترمي الزمن نفهم إن شاء الله من هذا غير عين وصم قرار أنا غير عصر أسن سمي غير سن إحسان ويدي غير سن ماشي غير عصر وماشي نسل وماشي من الهان لمولى الخير لمولى النيف المعبد الترانكيل الحمد لله أكني المعالي الشعبي غير عزر أثني جلس رب العالمين
الشيوخ اللي عايش الله الحمد لله. كذلك مصيانا الشبابين غير صحنية ماذا بينا بغير الطفل يتعلم القرآن والطفل ملحقة الطفل العلم وكن يدير الدنيا الشاب يعني مثلا في وقت من الأوقات يوم تجمع كريم إن يستعلم وليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كم نهب جاهل فإنك في القوم لا علم عنده صغير إذا سكت به المحافل ويلقن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الدرب ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإن الدرب يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات تعلم وليس المرء يولد عالما شوف النصيحة الشابين الشاب أكون يوم لا يبكي تعلم وليس المرء يولد عالما وليس أهو علم كمن هو جاهل فإن كبير قوم لا علم عندهم صغير إذ تفت به المحافل أي سمح كان سعيد بطن سيد دخاير